السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. اليوم رح نتحدث عن الوحدة الأخيرة بالفصل الثاني اللي عنوانها العربية في ماضيها وحاضرها قصيدة. رح نقرأ الأبيات لكن من خلال الشرح أيضاً. رح نبدأ في البداية بالتعريف بالأديب. التعريف بالأديب هو علي الجارم، أديب مصري اشتغل بالتعليم وكان كبير مفتشي اللغة العربية بمصر، ثم وكيلاً لدار العلوم، وهو أحد الأعضاء المؤسسين للمجمع اللغوي في مصر. له ديوان شعر وله قصة العرب في إسبانيا مترجم عن الإنجليزية، وقد شارك في تأليف كتب أدبية منها المجمل والمفصل والنحو الواضح والبلاغة الواضحة. جو النص القصيدة اللي احنا هنحكي عنها، تقع هذه القصيدة في 100 بيت، اختيرت منها هذه الأبيات. مناسبة هذه القصيدة، ألقاها الجارم في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمجمع اللغة العربية المصري عام 1934، يحيي فيها أعضاء المجمع ويثني على دورهم في إحياء اللغة العربية وبعثها في الأجيال، ويشير إلى رسالة المجمع السامية في الحفاظ على اللغة العربية والتغني بجمالها. الأمور التي ذكرت في القصيدة: يتحدث الشاعر عن موطن الضاد القديم، يستعرض فيها تطور اللغة العربية من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث، ويفخر بأنها لغة القرآن الكريم التي حفظها الإسلام، ويتحدث كذلك عن فصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه، ثم يشير إلى ما تتعرض إليه اللغة العربية في الوقت الحاضر من تحديات. نبلش بالقصيدة من البيت الأول. يقول الشاعر: ماذا طحى بك يا صناجة الأدب؟ هل شدوت بأمداح ابنة العرب؟ المفردات والتركيب في هذا البيت: طحى بك بمعنى صرفك عن، الصناجة اللاعب، هنا في نقطة خطأ، هون اللاعب بالصنج وهو آلة موسيقية، وكان الأعشى يلقب بصناجة العرب. شو السبب؟ علل: لحسن رنين شعره. إذا بيجينا سؤال في هذا الموضوع، علل لقب الأعشى أو لقب الأعشى بصناجة العرب، هذا دليل على حسن رنين شعره. هلا هي كلمة للتحضيض والحث، يحث على. شدوت بمعنى أنشدت، أمداح مفردها مدح وهو الثناء، وابنة العرب هي اللغة العربية، إذن هذا اسم من أسماء اللغة العربية. شرح البيت: يخاطب الشاعر نفسه متسائلا عن تقصيره مع العربية، مع اللغة العربية، بانصرافه عنها، وهو خير من تغنى بها، فيحث نفسه على التغني بجمالها ومدحها. وعمد الشاعر في هذا البيت إلى التجريد بانتزاعه شخصا آخر من نفسه يناجيه، وهذا حال بالمناسبة حال الشعراء القدماء لما كانوا يوقفوا على الأطلال ويصيروا يحكوا، يعني زي مثلاً امرؤ القيس لما كان يحكي قفا نبكي، يعني هو تخيل أنه هناك شخص آخر يتحدث معه. وهنا الشاعر أيضاً يناجي نفسه، أي يذهب، شوفوا هون، يذهب الشاعر إلى التجريد بانتزاعه شخص آخر من نفسه يناجي، مشبهاً نفسه بمين؟ بالأعشى. الأعشى اللي هو ميمون بن قيس الشاعر، شاعر الذي لقب بصناجة العرب لحسن رنين شعره. هذا هو البيت الأول. المناقشة والتحليل في هذا البيت: يعمد بعض الشعراء في مطالع قصائدهم إلى التجريد باستحضار الآخر ومخاطبته، أو بانتزاع الشاعر شخصا آخر من نفسه يناجيه. طيب، من المخاطب في البيت الأول وعلى ما يحثه الشاعر؟ يخاطب الشاعر نفسه ويحث على التغني باللغة العربية ومدحها. طيب، لماذا وصف الشاعر نفسه بصناجة الأدب؟ وصف الشاعر نفسه بصناجة العرب والأدب لأن صناجة العرب هو لقب للأعشى ميمون بن قيس الشاعر لحسن رنين شعره، ووصف الشاعر نفسه بصناجة الأدب ليدل على مكانة شعره وحسنه ومنزلة اللغة العربية في وجدانه. إذن هو بيمدح نفسه، تمام؟ طيب نشوف. بدا الشاعر في قصيدته متأثرا ببائية أبي تمام التي مطلعها: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. بين أوجه
هذا التأثر في رأيك؟ تأثر الجارم اللي هو علي الجارم الشاعر موسيقيا بقصيدة أبي تمام، فكلاهما من بحر البسيط وبنفس حرف الروي أيضا، فتلك بائية أبي تمام وهذه بائية الجارم. فائدة: استخدم الشاعر في هذا البيت كلمات تراثية مثل صناجة الأدب، وهذا يدل على تأثر الشاعر بالتراث القديم، وتمثل العودة إلى الشعر العربي القديم في معانيه وألفاظه. طب ما الغرض البلاغي الذي خرج إليه الاستفهام في هذا البيت؟ هو التعجب. تمام؟ تمام. نروح للبيت الثاني. البيت الثاني بيحكي لكم كالتالي: أطار نومك أحداث وجمت لها، فبت تنفخ بين الهم والوصب. المفردات والتركيب هون: أحداث بمعنى نوائب ومفردها حدث، وجم بمعنى سكت حزنا، فبت فصرت، تنفخ ترسل نفسا طويلا، والهم هنا الحزن، والوصب المرض أو التعب. ما المقصود بهذا البيت؟ ما يقلق الشاعر هو ما آلت إليه حال العربية اليوم، حتى كأنه راح يتقلب بين الحزن والمرض. قصيدة كتير سهلة وواضحة المعاني. البيت الثالث: واليعربية أندى ما بعثت به، شجوا من الحزن أو شدوا من الطرب. لاحظوا هون اليعربية هي اللغة العربية، هي نسبة إلى يعرب بن قحطان الذي ينتسب إليه العرب القحطانيون. أندى بمعنى أحسن صوتا وأكثر عطاء، والشجو الحزن، شدوا بمعنى غناء، والطرب خفة وهزة تثير النفس. شرح البيت: يفتخر الشاعر باللغة العربية وما تتميز به من قدرة على التأثير بثراء معجمها اللغوي، يعني المعجم اللغوي مليء، فهي أحسن صوتاً بألفاظها وأكثر ملائمة للتعبير عن الفرح والحزن في معانيها وأصواتها. اللون البديع الموجود هون شوفوا لاحظوا: شجواً شدواً، هو الطباق. تمام؟ هو الطباق. والآن نذهب إلى البيت الرابع، والبيت الرابع يقول: روح من الله أحيت كل نازعة من البيان وآتت كل مطلب. المفردات: نازعة من البيان، نازعة من البيان بمعنى ميل له، كل نازعة. الثاني أتت بمعنى أعطت، ومطلب بمعنى مطلوب. شرح البيت: اللغة العربية لغة البيان والفصاحة ولغة القرآن الكريم، ومن عظمة الله ومن عظمة اللغة العربية أنها أطلقت على كل ميل إلى البيان، فيها البيان عند الناطق بها وأحيته، فأصبحت العربية بالنسبة للنص كالروح للجسد لبلاغتها وفصاحتها. البيت الخامس: أزهى من الأمل البسام موقعها، وجرس ألفاظها أحلى من الضرب. لاحظوا هون المفردات: أزهى بمعنى أكثر عظمة وإشراقا، وإذا بتلاحظوا أنه هاي الكلمات عمالها بتمدح، يعني فيها مدح للغة العربية. جرس بمعنى الصوت، والضرب العسل. لكلمات اللغة العربية، شوف الشرح هون، لكلمات اللغة العربية تأثير على سامعها وألفاظها ذات إيقاع موسيقي حلو رنان أحلى من العسل. طيب ما دلالة الأمل البسام؟ بمعنى مكانة اللغة العربية وأثرها الجميل في النفوس. البيت السادس: واسنى بأخبية الصحراء يوقظها، وحي من الشمس أو همس من الشهب. واسنى بمعنى نائمة، وهي من السنة وهي النوم، والوحي كل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه، والشهب جمع شهاب وهو النجم المضيء اللامع. أخبية بمعنى خيام، مفردها خباء وهي الخيمة، وهمس هو الكلام الخفي الذي لا يكاد يسمع. شرح البيت:
يشير الشاعر إلى موطن اللغة العربية الأصيل في الصحراء، ويقول إنها اليوم تحتاج إلى من يوقظها من قلب الصحراء. هنكبر لكم إياها شوي صغيرة عشان تصير واضحة. ويحييها بوحي وإلهام من الشمس أو الشهب، هذا الوحي الذي يلهم الأدباء أو الشعراء للتغني بجمال العربية ويطلق قرائحهم للقول بها. طب شو الصورة الفنية هون؟ صور الشاعر العربية فتاة نائمة في خيمتها في الصحراء يوقظها ضوء الشمس في الصباح أو الشهاب الساطع. استخدم الشاعر في هذا البيت كلمات تراثية مثل أخبية، وهذا يدل على تأثر الشاعر بالتراث القديم، وتمثل العودة إلى الشعر العربي القديم في معانيه وألفاظه. برزت الطبيعة بعناصرها المختلفة واضحة في هذا البيت مثل الصحراء، الشمس، الشهب. ما اللون البديع في وسنا ويوقظها؟ هو الطباق. تمام؟ طباق. والطباق احنا بنعرف انه اختلاف في المعنى، يعني زي ليل ونهار، ابيض اسود. البيت السابع: تكلمت صور القرآن مفصحة فأسكتت صخب الأرماح والقضب. مفصحة بمعنى موضحة، والصخب اختلاط الأصوات. الأرماح جمع رمح، وهو قناة في رأسها سنان يطعن به، والقضب هو السيوف ومفردها قضيب. نذهب إلى البيت وشرح البيت. شرح البيت: استطاعت اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم بفصاحتها وبيانها أن تحقق ما عجزت السيوف والرماح عن تحقيقه، فنشرت تعاليم الدين الحنيف في كل الأرجاء، ونبذ القرآن الكريم عصبية الجاهلية وخلافاتها وقتالها. اللغة العربية لغة القرآن، بيّن أثر القرآن الكريم في عالمية اللغة العربية. حفظ القرآن الكريم اللغة العربية بالقرآن، يعني حفظ القرآن الكريم اللغة العربية وبالقرآن ذاعت وانتشرت هذه اللغة، فجعل لها الصدارة والعالمية. بالمناسبة الله تعهد بحفظ القرآن، وبما أن القرآن باللغة العربية إذن الله سبحانه وتعالى حفظ اللغة العربية، لأن كثيراً من غير العرب دخلوا الإسلام وتعلموا العربية. اللغة العربية خالدة بخلود القرآن الكريم، وضح ذلك لأنها زي ما حكينا قبل شوي، لأنها لغة القرآن الكريم، فهي محفوظة بحفظه وحمايته وباقية ببقائه، فاكتسبت القدسية والخلود. البيت الثامن: وقام خير قريش وابن سادتها يدعو إلى الله في عزم وفي دأبي. خير قريش المقصود به هنا مين؟ كناية عن مين؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عزم الصبر والجد، السادة أشرف القوم ومفردها سيد، دأب جد واستمرار. شرح البيت كالتالي: لقد كانت العربية معجزة القرآن الكريم وسيلة عظيمة استطاع بها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي، أن يؤدي بها رسالته بالدعوة إلى الإسلام بعزيمة وهمة عالية. استخدم الشاعر في هذا البيت كلمات تراثية أيضا مثل قريش، وهذا يدل على تأثر الشاعر بالتراث القديم كما قلنا سابقا. لاحظوا الأبيات جدا سلسة. البيت التاسع: بمنطق هاشمي الوش لو نسجت منه الأصائل لم تنصل ولم تغب. المفردات والتراكيب: منطق بمعنى كلام، والوش نقش ثوب، ونسج بمعنى نسج بمعنى حاكة، الأصائل جمع أصيل وهو الوقت حين تصفر الشمس لمغربها، تنصل بمعنى يتغير لونها. شرح البيت هنكبركم إياها شوية صغيرة. شرح البيت: كان حديث الرسول الكريم باللغة العربية خير حجة في دعوته، فعربيته تميزت بحبكة منطقها وقوتها،
مخاطبة العقل كهي تخاطب العقل والإقناع، فهي كالثوب المنسوج من خيوط لا تفسد ولا يتغير لونها عبر الزمن. شوفوا هون بمنطق هاشمي الوشي، في هنا صورة فنية صور منطق اللغة العربية الذي تكلم به الرسول الهاشمي الكريم بنقش ثوب منسوج من خيوط قوية لا تفسد ولا يتغير لونها عبر الزمن. شوفوا الصورة الثانية، لو نسجت منه الأصائل. حكينا الأصائل شو معناها؟ هي جمع أصيل وهو الوقت حين تصفر الشمس. شوف شو حكي لك هنا في الصورة الفنية، صور الأصائل خيوطا يصنع منها نقش لثوب لا يتغير لونه عبر الزمن. برزت الطبيعة بعناصرها المختلفة واضحة في هذا البيت مثل الأصائل. ماشي بعدين. البيت العاشر، فازت. فازت بركن شديد غير منصدع من البيان وحبل غير مضطرب. المفردات والتركيب، ركن بمعنى جدار قوي وأحد الجوانب التي يستند إليها الشيء أو يسند إليها الشيء، والجمع أركان. منصدع بمعنى منشق ومتشقق، البيان للبلاغة الواضحة. غير مضطرب غير مختل أو غير مهتز. في شرح البيت نقول، وتفوقت هذه اللغة على غيرها بالبيان والبلاغة، فهي جدار قوي لا يمكن أن تتخلله التشققات عبر السنين، وهي حبل مستقيم مكين لا يحيد عن طريقه أبدا. الصورة الفنية هون شبه اللغة العربية بالجدار القوي لا يمكن أن تتخلله التشققات عبر السنين، وهي حبل مستقيم مكين لا يحيد عن طريقه أبدا. ما دلالة، شوفوا هون، ما دلالة فازت بركن شديد غير منصدع؟ هون بلاغة اللغة العربية وقوتها، دلالة على بلاغة اللغة العربية وقوتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، إن من البيان لسحرا، رواه البخاري. بين علاقة النص بمضمون الحديث الشريف. سهل جدا الجواب، جمال اللغة العربية وتأثرها نابع من بلاغتها وبيانها وجمال أسلوبها. إلى البيت الحادي عشر، ولم تزل من حمى الإسلام في كنف سهل ومن عزة في منزل خصب. المفردات والتركيب، حمى حماية الوطن، حماية والوطن يحميه أهله. كنف بمعنى الظل والجمع أكناف. عزة القوة والغلبة. منزل بمعنى ديار، وخصب كثر فيه العشب والكلاء والجمع أخصاب. شرح البيت، اللغة العربية محمية في ظل الإسلام، هذا شيء طبيعي لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم كإنسان. ها شوف الصورة، كإنسان نزل بديار خصبة تحميه وترعاه وتعزه. تغنى الشاعر هنا بسمات العربية ومزاياها، أذكر ثلاث منها. لغة القرآن الكريم محمية في ظل الإسلام، دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، سعة معجمها، واسعة في الدلالات والكلمات، صالحة لجميع الأغراض، وصوت حروفها أحلى من العسل، وتفوقت على اللغات في فصاحتها وبلاغتها وقوة ألفاظها وبيانها. يعني حتى البيت الحادي عشر هذا كله وصف للغة العربية وميزاتها. شوفوا هاي كله هذا، ساعة معجمها، صالحة لجميع الأغراض، صوتها حروفها أحلى من العسل، تفوقت على اللغات في فصاحتها وبلاغتها وقوة ألفاظها وبيانها. البيت الثاني عشر، حتى رمتها الليالي في فرائدها وخر سلطانها ينهار من صبب. لاحظوا الآن بلش ينتقل الشاعر من فكرة لفكرة تانية، بلش الآن يحكي عنها، حتى رمتها الليالي في فرائدها. الليالي بمعنى النوائب المصائب، فرائد جمع فريدة وهي الجوهرة الثمينة، خر بمعنى سقط وسلطانها عرشها وقوتها، ينهار ينهدم، وصبب من حدر من الأرض والجمع أصباب. شو شرح البيت؟ بعد أن بيّن الشاعر مكانة اللغة قديماً وراح يقارنها بالحال المؤسف الذي آلت إليه اليوم، فانهار عرشها وسقطت فرائدها بعد أمجاد عريقة من إهمال أهلها لها.
من إهمال أهلها لها. شوفوا هنا أهلها هم اللي أهملوها، لكن هي ما فيها مشكلة كلغة، ما فيها مشكلة، لكن أهلها أو الناس اللي بتحدثوا باللغة العربية لم يهتموا بها. الصورة الفنية هون، صور الشاعر اللغة العربية ملكة تجلس على عرشها، ولكن ملكها قد سقط بطول الليالي من التعب والمرض. البيت الثالث عشر. كأن عدنان لم تملأ بدائعه مسامع الكون من ناء ومقترب. عدنان هو جد العرب، كناية عن اللغة العربية. كم كناية صار في عندنا؟ كنايتين هون، عربية وعدنان. بدائع روائع ومفردها بديع، مسامع آذان ومفردها مسمع، ناء بمعنى بعيد، مقترن بمعنى قريب. بدت اللغة العربية مجهولة، وكأن العربية لم يملأ جمالها وبديع أسلوبها أقصى الأرض وأدناها. اللون البديع هون في ناء ومقترب له طباق، ناء ومقترب. ماشي؟ ماشي. البيت الرابع عشر والبيت الخامس عشر. نطير لللفظ نستجديه من بلد، ناء وأمثاله منا على كثب، كمهرق الماء في الصحراء حين بدا لعينه بارق من عارض كذب. المفردات والتركيب. نستجديه نطلبه وجذرها جدوة، كثب أو كثب عن كثب قرب، وبدا بمعنى ظهر، وعارض عارض بمعنى سحاب مطل، ناء قاس أو بعيد زي ما حكينا في البيت السابق، مهرق الماء كمن يصب الماء، وبارق له السحاب ذو برق له برق. شرح البيت. يتألم الشاعر، بدي أكبركم إياه كمان شوي. يتألم الشاعر لما آل إليه حال العربية اليوم، فصار أهلها يستعيرون في كلامهم ألفاظا أخرى غيرها من الدخيل والمترجم في اللغات الأخرى، وهم لا يعلمون أن العربية غنية في اشتقاقها وتصريفها، وحالهم هذا كحال من صب الماء في الصحراء حين ظهر له سحاب ذو برق مطل في الأفق لا مطر فيه. هنا قصد أن أهل اللغة العربية تخلوا عنها عندما وجدوا بديلاً في كلامهم، حتى وإن كان لا يؤدي المعنى كما تؤديه اللغة العربية. يا سلام، جميل جداً. المناقشة والتحليل في هذا الأمر. الصورة الفنية في البيتين السابقين. نشوف البيت الأول. صور الشاعر اللفظ شيئاً نستعيره من بلد بعيد، رغم أن لدينا مثله وهو قريب في متناول الأيدي. الصورة الفنية في البيت الثاني. صور حال من يستخدم هذا اللفظ الدخيل في كلامه من لغات أخرى ويبتعد عن العربية، بحال من صب الماء في الصحراء واستغنى عنه حين ظهر له سحاب ذو برق مطل في الأفق لا مطر فيه. ما الفائدة هنا؟ برزت الطبيعة بعناصرها المختلفة واضحة في البيت الخامس عشر، مثل الماء والصحراء، واللون البديع هون الطباق ناء وكثب قريب وبعيد. هذان البيتان يدلان على عتاب الشاعر على أبناء العربية الذين خذلوها. حلو، هاي الفكرة الرئيسية. ذكر الشاعر بعض مظاهر تراجع اللغة العربية في نفوس أبنائها، وضح ذلك. يهملون العربية الفصيحة ويبتعدون عن معاجمها، ويفضلون الألفاظ الدخيلة من الثقافات الأخرى، ولا يميزون بين ألفاظ العربية. في كمان عندنا هنا تكملة. استخدام المفردة الأجنبية أحد الصعوبات التي تواجهها اللغة العربية. كيف نستطيع بعث اللغة العربية من جديد وفق رأي الشاعر؟ بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية وتوظيف ألفاظها الفصيحة، لأنها صارت حبيسة المعاجم كتابة ونطقة. تكررت الأبيات الألفاظ مثل الصحراء، ما دلالة هذا التكرار وهل وفق الشاعر فيه؟ الصحراء وردت مرتين، دلالة على أصالة اللغة العربية وموطن الضاد القديم. ها، شو دلالة هاي الصحراء؟ دلالة على أصالة اللغة العربية. وفق الشاعر فيه لأنه جاء منسجما مع تجربته الشعرية، فالشاعر يتحدث عن اللغة العربية الضاربة في القدم، وموطنها وين موطنها؟ الصحراء. وأحياؤها، أحياؤها لازم تكون الهمزة على واو،
وأحياؤها من جديد متخذا الشمس رمزا لهذا الأحياء. البيت السادس عشر، هكبركم إياه كمان شوي عشان يكون عندكم واضح. أيوة، أزرع ببنت قريش ثم حاربها، من لا يفرق بين النبع والغرب. المفردات اللي هي أزرع، أهان، وعاب. بنت قريش هنا كناية عن اللغة العربية، هاي ثالث مرة بنحكي عن اللغة العربية بس بكنايات مختلفة. النبع شجر صلب ينمو على رؤوس الجبال، والغرب ضرب من شجر تسوى منه السهام ينمو على ضفاف الماء والأنهار، ويطلق في بلاد الشام على شجر الحور وواحدته غربة. شرح البيت: من يحارب اللغة العربية اليوم ويعيبها الجاهل الضعيف بعربيته الذي لا يفرق بين ألفاظها. استخدم الشاعر في هذا البيت كلمات تراثية مثل قريش والنبع والغرب، وهذا يدل على تأثر الشاعر بالتراث القديم. ما دلالة يفرق بين النبع والغرب؟ العيب ليس في اللغة العربية، وإنما العيب في الذي لا يتقنها من العرب ولا يميز بين ألفاظها. هاي دلالة هون جبلنا هذا البيت حتى يفرجينا إنه العرب ما اهتموا باللغة فبطلوا أصلاً يميزوا. وجبلنا كلمتين اللي هي النبع والغرب اللي هم أنواع نبات، فما بيعرفوا لأنه ما في عندهم حصيلة لغوية جيدة. فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خط فيما يأتي: أزرى ببنت قريش ثم حاربها، من لا يفرق بين النبع والغرب. النبع شجر صلب ينمو على رؤوس الجبال. البيت الثاني اللي بيحكي جبران خليل: أنهى الماء النبع من حيث لا ينهل إلا أنت والنسر. النبع هنا عين الماء، ماء النبع اللي هو عين الماء. هذا البيت يدل على عتاب الشاعر على أبناء العربية الذين خذلوها. هذا البيت يقارب في المعنى المثل الشعبي: فلان لا يفرق بين الغث والسمين. أحسن، يعني ممكن يجيب لكم إياه دائرة هذا، إنه هذا البيت إيش بيمثل من الأمثال أو بماذا يتفق مع الفكرة والمعنى. تمام؟ تمام. طيب نشوف اللي بعده. العيب ليس في اللغة وإنما في أبنائها، وضح ذلك. اللغة العربية لغة البلاغة والبيان، نزل بها القرآن الكريم بإعجازه وبيانه وبلاغته، فهي أتم اللغات وأكملها. أما أبناء العربية فهم مقصرون في حقها بابتعادهم عنها واستعارتهم ألفاظا من لغات أخرى يتكلمون بها. البيت السابع عشر والثامن عشر، شو بحكي لكم: أنترك العربي السمح منطقه إلى دخيل من الألفاظ مغترب، وفي المعاجم كنز لا نفاذ له لمن يميز بين الدر والسخب. المفردات: السمح السهل، منطقه كلامه، لا نفاذ له لا فناء له. والدر، هبت السابع عشر عشر سبعة عشر، وفي المعاجم، بس أتأكد من شغلة مهمة كتير هنا ما تنسوها: نفاد، نفاد بالدال، ماشي، نفاد بالدال مش بالذال، هنا في نشيل النقطة هاي. لا فناء له. الدرر واحدته درة وهي اللؤلؤ الكبيرة، ودخيل كل كلمة أدخلت في كلام العرب وليست منه. والسخب مفردها سخاب وهو العقد من الخرز ونحوه، ويخلو يخلو هذا بإيش؟ من الجواهر، يخلو من الجواهر. الآن الشرح. شرح البيتين نقول فيهما كالتالي: يتساءل الشاعر، هل نترك اللفظ العربي اليوم ونجري وراء الدخيل والغريب من لغات أخرى لنتكلم به؟ وفي المعاجم العربية كنز، فمين من المفردات باشتقاقها وتصريفها وأصالتها بمن يميز بين ألفاظ اللغة؟ بمعنى أن الذي يميز بين اللؤلؤ وغيره من الحلي التي تخلو من اللؤلؤ أو الجواهر يستطيع أن يميز بين مفردات اللغة العربية وألفاظها في المعاجم. ولمثله وضعت المعاجم،
وهذه الصورة تقابل صورة من لا يميز بين شجر النبع وشجر الغرب. فحارب العربية اللي ما بيميز، اللي ما بيعرف اللغة العربية، شو عمل؟ حارب العربية لضعف قدرته على التمييز بين ألفاظها. هذان البيتان يدلان على عتاب الشاعر على أبناء العربية الذين خذلوها. الغرض البلاغي الذي خرج إليه الاستفهام في البيت السابع عشر له النفي. وضح الصورة الفنية فيه: وفي المعاجم كنز لا نفاد له. شبه اللغة العربية وألفاظها واشتقاقاتها بالكنز الثمين الذي لا ينفد. ماشي؟ ينفد هنا لا ينتهي، ما بيخلص يعني. ماشي ماشي. البيت التاسع عشر والعشرون: كم لفظة جهدت مما نكررها حتى لقد لاهثت من شدة التعب، ولفظة سجنت في جوف مظلمة لم تنظر الشمس منها عين مرتقب. يعني اللي بيقرأ البيت هذا حتى لو ما عندوش قدرة على الكلمات رح يعرف انه قاعد بيحكي لنا انه في كثير احنا بنكرر كلمات، وفي كلمات احنا ما بنستعملها هجرناها. كم هنا؟ كم خبرية؟ ايوه تذكروها، كم خبرية هاي؟ إذا بتيجي بعديها اسم مجرور نعرف أنه مضاف إليه أصلاً، شو بتكون خبرية. لكن إذا كانت منصوبة بتكون استفهامية، بتكون إعراب النصب منها تمييز. إذن هنا كم خبرية تفيد التكثير. لهث أخرج لسانه تعباً، ومظلمة حفرة عميقة مظلمة، جهدت أصابتها المشقة، جوف باطن والجمع أجواف. شرح البيتين: كثير ممن يستخدمون اللغة العربية يركزون على الألفاظ الشائعة ويتركون الروائع من الألفاظ الكامنة في معاجم اللغة العربية، حتى باتت هذه الألفاظ تشكو من كثرة استعمالها. حلو. وفي المقابل هناك كثير من الألفاظ العربية الأصيلة ظلت حبيسة المعاجم، لم ينظر إليها أو لم ينظر إليها أحد، إذ حكم عليها بالبقاء مسجونة في حفرة مظلمة لا يقربها ضوء الشمس. المناقشة والتحليل، ونقرب لكم الصورة. وضح الصورة الفنية في: ولفظة سجنت في جوف مظلمة مظلمة. صور الألفاظ العربية الأصيلة وقد أهملها أصحابها مسجونة في حفرة عميقة مظلمة لا تقربها الشمس أو لا يقربها ضوء الشمس. هذان البيتان يدلان على عتاب الشاعر على أبناء العربية الذين خذلوها. ما دلالة سجنت في جوف مظلمة؟ ترك هاي دلالتها، ترك الألفاظ الفصيحة وإهمالها. برزت الطبيعة بعناصرها المختلفة واضحة في البيت العشرين مثل الشمس ومظلمة. تكررت في الأبيات ألفاظ مثل الشمس، ما دلالة هذا التكرار؟ وهل وفق الشاعر فيه؟ وردت الشمس مرتين تدل على الوضوح وتنسجم مع المعنى الذي أراد الشاعر التعبير عنه في إيقاد العربية من جديد في قوله يوقدها وحي من الشمس، وقوله أيضا ولفظة لم تنظر الشمس منها عين مرتقب، بمعنى أن الشاعر وظف الشمس رمزاً لإحياء اللغة العربية من جديد. انتبهوا هون، وظف الشاعر الشمس لإيش؟ انتبهوا هون، رمزاً لمين؟ لإحياء اللغة العربية من جديد. وأكيد وفق الشاعر في هذا التوظيف لأنه جاء منسجماً مع تجربته الشعرية، فالشاعر يتحدث عن اللغة العربية الضاربة في القدم وموطنها الصحراء وأحياؤها من جديد، متخذاً الشمس رمزاً لهذا الإحياء. إذا كانت هي إحيائها إحنا حسب ما قبلها أساس أنها جر تكون على نبرة، نعم. أما إذا كانت واو استئنافية فلا، لازم تكون مكتوبة على واو. طيب نشوف هنا: كأنما قد تولى القابضان بها فلم يؤوبا إلى الدنيا ولم تؤبي. تولى تقلد الأمر وقام به، يؤوب يرجع يعود وجدرها أوبة. القارضان قصة، هاي رجلان من بني عنزة خرجا في طلب القرض فلم يرجعا، والقرض واحدته قرضة وهو ورق من شجر يدبغ به. شرح البيت: تأثر الشاعر بالتراث القديم إذ ذكر القارضين اللذين أصبحت حكايتهما مضرب المثل عند العرب، وهما رجلان من بني عنزة خرجا يبحثان عن ورق شجر يستخدم للدباغة وهو القرض،
ولم يعودا بطائل هذا بطائل يعني ما رجعوش بشيء، عادا بخفي حنين. وهذا حال من يدعي أنه توصل إلى اللفظ الصحيح في لغتنا العربية ولم يصل إليه، وفي الحقيقة حاله كحال هذين القارضين اللذين لم يعودا بشيء بعد عناء. المناقشة والتحليل. هذا البيت يدل على عتاب الشاعر على أبناء العربية الذين خذلوها، نفس الفكرة اللي حكينا عنها سابقا. واستخدم الشاعر في هذا البيت كلمات تراثية مثل القارضان، وهذا يدل على تأثر الشاعر بالتراث القديم. فائدة: هذا البيت يقارب في المعنى قول الشاعر فرجي الخير وانتظري إيابي إذا ما القارض العنزي آبا. تمام؟ تقوم فكرة القصيدة في مجملها على المقارنة بين حالين عاشتهما العربية. بيّن ذلك في النصف الأول من القصيدة من 1 إلى 11، ذكر الشاعر صفات العربية. تمام؟ صفات العربية، فهي الأحسن صوتا والأكثر عطاء، وأشار إلى فصاحتها وأصالتها ومناسبتها لكل حال نظما ونثرا، وتغنى الشعراء بها. في النصف الثاني من 12 إلى 21، وصف حال العرب اليوم، وقد استعاروا لكلامهم ألفاظا غريبة دخيلة، وأهملوا لغتهم الأصيلة، فما عادوا يفرقون بين الفصيح والعامي أو بين ألفاظها عامة. البيتان، شوف شو بحكي لكم هون في نهاية هذه القصيدة، شوف شو بحكي: يا شيخة الضادي والذكرى مخلدة، هنا يؤسس ما تبنون للعقب، هنا تخطون مجدا ما جرى قلم بمثله في مدى الأدهار والحقب. شيخة، يا شيخة، شيخة بمفردها شيخ، وهو ذو مكان من علم أو فضل أو رئاسة، وشيخة أو شيخة بصير، وشيخة الضاد علماء اللغة العربية. العقب الأجيال اللاحقة، العاقب التي تأتي بعدكم، وجمعها أعقاب. والضاد اللغة العربية، والحقب مفردها حقبة وهي المدة، لا وقت لها أو السنة، والمقصود العصور. تخطون تكتبون، المجد الرفعة والشرف، مدى طوال. الأدهار مفردها الدهر، وهو الزمان الطويل. بجزء أول مرة تشوفوا أنه أدهار هيك جمعها، صح؟ شرح البيتين: يخاطب الشاعر شيوخ اللغة العربية وعلماءها في مجمع اللغة العربية، ويعقد الأمل عليهم بتجديد مكانة العربية في نفوس الأجيال، مشيرا إلى أثرهم في حفظ أمجاد اللغة العربية في معاجمها ومواكبة تطور اللغة العربية. وإحنا بنتذكر أنه هذا أصلا مناسبته، ووين بلقي قاعد؟ هذا بلقي، شوف اللي حكينا عنه إحنا سابقا، ألقاها في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمجمع اللغة العربية المصري، عشان هيك هو قاعد بيحكي عنهم الآن بمدحهم. المناقشة والتحليل. فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خط فيما يأتي: يا شيخة الضاد والذكرى مخلدة، هنا يؤسس ما تبنون للعقب. العقب الأجيال اللاحقة، العاقبة التي تأتي بعدكم. العرقوب، شوف الكلمة الثانية أو الجملة الثانية: العرقوب عصبة في مؤخر الساق فوق العقب. العقب عظم، مؤخر عظم، مؤخر القدم. ما الدور الذي يطلع به علماء العربية لحفظها في رأيك؟ في رأيك، انسوا في رأيك، راح يجيب لك هذا السؤال هيك من غير في رأيك. وضع المعاجم لمصطلحات الآداب والعلوم والفنون الحديثة، والسعي إلى توحيد المصطلحات والترجمة والتأليف والنشر في موضوعات اللغة العربية وقضاياها. تمام؟ ما لا يترك للطالب، خلص عملنا. بيّن دلالة تفاؤل الشاعر في هذين البيتين: لوجود علماء يغارون على العربية ويعملون على إحيائها بما يبذلون من جهود في مجامع اللغة العربية. هذا هو وجه التفاؤل عند هذا الشاعر، أن هناك علماء يغارون على العربية. اقترح سبلا للنهوض باللغة العربية تعيد إليها ألقها ومكانتها التي تليق بها. أول واحدة: استخراج كل ما هو بديع وجميل من معاني اللغة وألفاظه، يعني بالرجوع إلى المعاجم وكتب التراث العربي. استعمال اللغة الفصيحة بدلا من اللهجة العامية، ولا سيما في المدرسة والجامعات ووسائل الإعلام. والوقوف على الأخطاء الشائعة في استعمال اللغة العربية وتصحيحها. تمام؟ تمام تمام. نرجع نشوف خلصنا هنا كامل، خلصنا كامل. نشوف هون.
الاعتزاز باللغة العربية لا يعني إهمال تعلم لغات أخرى. تعلم لغات أخرى يفيدنا في الاطلاع على حضارات الثقافات الأخرى والمساعدة في السفر ومخاطبة الآخرين بلغتهم ومواكبة أحدث التطورات في العالم وفهمها، لأن العلم لا يقتصر على أصحاب لغة بعينها. التحدث باللغة العربية لا يعني التقعر في اللفظ والتصنع في الخطاب. أن أتكلم باللغة الفصيحة لا يعني هذا أن أبحث عن الغريب في اللغة أو أن أتصنع ألفاظاً لا تليق بمقام التحدث، فيمكن إيصال الأفكار بلغة سهلة سليمة وفصيحة في الوقت نفسه، على ما يدل إبداع كثير من الأعاجم باللغة العربية تأليفاً وتصنيعاً شعراً ونثراً ودراسة، لأنها لغة القرآن الكريم الذي دعا الناس إلى التفكر والتدبر في أمور الكون والحياة. فوضع العرب وغير العرب المصنفات والبحوث والكتب بهذه اللغة، خاصة عند اتصال الأعاجم بالثقافة العربية، هذه الثقافة التي أسست لها حضارة عربية إسلامية، الأدب والفنون والعلوم، ما دعا الأعاجم إلى تعلمها. الأمور كثير واضحة وسهلة، تمام؟ لهون نكون احنا خلصنا الجزء الأول من هذا الدرس. في الحصة القادمة إن شاء الله رح نتحدث عن المعجم والدلالة وما تبقى من هذه الوحدة، وهي الوحدة الأخيرة في الفصل الثاني للتوجيه المشترك لكتاب المهارات. أترككم برعاية من الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.